السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم كلها طيبه يا ربي. اليوم جيت لكم فيديو جديد وكل حماس انني ندير لكم فيديو في السنه الجديده 2021. يا ربي ودخلها علينا بالصحه والسلامه وطول العمر، وباش ما تمنينا يا ربي ويبعد علينا هاد الوباء الصراحه اللي صافي عينا من هاد الروتين اللي ولا دابا التعقيم الكمامات واننا ما كنشوفوش عائلتنا الصراحه. يا ربي ويبعد علينا هاد الوباء يا ربي، وتعم علينا الصحه والسلامه. وصافي اليوم جيت لكم بهاد الفيديو اللي كينتظروه الكثير والكثير، واللي سولوني عليه بزاف بزاف. لكل شيء بخمسة دراهم. دابا البنات كما كتعرفوا كثروا هاد المحلات، و كتقدروا هكايا تقدوا الكوزينات ديالكم والبيت ديالكم غير بخمسة دراهم وتنظموا البنات. يعني لا غلا على مسكين، ما بقاتش القضيه في زعما في التكلفه، ولكن غير في انك تعرفي كيفاش تولي البيت ديالك. ايوا ودابا حنا غادي ان شاء الله تشوفوا الحويجات اللي جايبين. محل خميسه بطبيعه الحال، وكوامسه كيديروا كلشي ب 13 درهم، وخميسه كدير كلشي ب 5 دراهم. ايوا وصافي. ما تنساوش البنات تشجعوني دائما وديروا ليا لايك، واللي مشتركش في القناه تشترك في القناه وشجعوني، ديروا ليا دي كومونتير باش نعرف واش هاد الفيديوهات كيعجبوكم ولا لا. يلاهو معايا دابا نوريكم لي زارتيكل اللي جابو. صراحه جابو حويجات دابا جدادين زوونين بزاف، وقلت علاش لا ما نديرش لكم بحال هكايا جوله باش نتوما الا كنتو محتاجين شي حاجه ولا بانت لكم شي حاجه وبغيتوها تمشيو وتنتوما تغتنموا الفرصه. ما نكثرش عليكم وتهلاو ليا في راسكم حتى نوصلوا، وغادي نوريكم المحل فين جا ولي زارتيكل اللي فيه. تهلاو في راسكم بزاف. كما كتشوفوا البنات حنا في خميسه اللي كتواجد في السلام حدا باريد مونك، اللي من البنات اللي ما كيعرفوش فين كاينه. و راه كتبيع البنات المواد الغذائيه، المستلزمات المكياج، الاواني، كل شيء تقريبا. بلا ما نطول عليكم خليكم مع الجوله.